الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا، الهجرة هي الحل الأمثل وهي أول حل، ولكن نعرف يعني يوجد كثيرون لا يقدرون على الهجرة، ولذلك هناك يعني بداية مجموعة من المقدمات لو تسمحون لي. بداية، لمن لم يتزوج، التربية تبدأ بحسن اختيار الزوج، وبالنسبة لمن تزوج، زوج يعني زوج أو زوجة، بالنسبة لمن تزوجوا ولم يرزقوا بعد بالولد، عليهم بالانتفاع بوقتهم قدر المستطاع للتعلم عن التربية. وفي الحالتين، سواء متزوجين أو غير متزوجين، لابد من التعلم من تجارب الغير حتى لا نقع في نفس الأخطاء، نتجنبها قدر المستطاع. وبالنسبة للمتزوجين وعندهم أولاد، يجب أن لا نضع جميع الحالات في نفس الخانة، يجب أن نفرق. هناك تقسيم، يعني تقسيم نوعا ما علم النفس، يعني للأطفال حسب الأعمار. بالنسبة للأطفال الذين هم دون 7 سنوات، هم في مرحلة التلقي، نسميه يعني علميا الامبرنت بيريود، مرحلة يعني ترجمة حرفية هي مرحلة البصمة. لذلك في هذه الفترة الطفل هو عبارة عن وعاء، لابد لنا من انتقاء ما يملأ به بعناية فائقة. أيضا بعد ذلك، من 7 إلى 14، سن تشكيل الشخصية أو المودلينج بيريد، في هذه الفترة من أهم ما يجب الحرص عليه هو إحاطة الطفل بأكبر عدد ممكن من القدوات، ومحاولة إبعاده قدر المستطاع عن النماذج السيئة حتى لا يتأثر بها. ثم بعد 14، سيبدأ لوحده في صنع مجتمعه المصغر واختيار أفراده حسب ما تربى وكبر عليه. لذلك الفترة الأولى، يعني الفترتين الأوليين حتى سن 14، مهمتان جدا. بالنسبة للمراجع في التربية، اقترح مجموعة من الكتب والمواد. بالنسبة للكتب القديمة، كتاب تحفة المولود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله. بالنسبة للكتب الحديثة، كتب دكتور مصطفى أبو سعد ومحاضراته، وأيضا لديه مجموعة من الحلقات على قناة المجد، في موجودة هي الحلقات على يوتيوب. أيضا هناك كتاب مبسط للشيخ محمد بن شمس الدين اسمه تعليم الأطفال الإسلام، هو يصلح للأطفال دون سن 6 أو 5. أيضا هناك فيديوهات دكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي ودكتور محمد عز الدين حسونة، فيها خير كثير هذه نعم. الفيديوهات. أيضا يوجد على يوتيوب محاضرات للشيخ سعيد الكملي عن تربية الأبناء في الغرب. يوجد على تليجرام كذلك مجموعة من القنوات المفيدة، منها قناة فقه النفس مكاني، قناة نبت مكاني، قناة طفولة مكاني، قناة لقلب حي. قد تكون هناك يعني بعض الاختلافات مع مجموعة نقاط أو آراء نعم. لهؤلاء الأشخاص أو لقنواتهم، لكن هذا لا يمنع الاستفادة مما عندهم خير كثير. بالنسبة لبعض الحلول العملية، يعني كتبت بعض رؤوس الأقلام حتى لا أطيل عليكم، ولكن يعني الأفكار نوعا ما غير مرتبة فاعذروني لذلك. بداية، التوقف عن البحث عما يسمى بالبديل الإسلامي في كل شيء. مثلا لا تبحثوا عن كرتون إسلامي وعوضوه بالقصص، أعني بذلك قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. والسيرة وقصص الصحابة وغيرهم. لا تعزلوا أولادكم ونساءكم في البيوت، بل اصنعوا لهم مجتمعا مسلما مع مجموعة العائلات المسلمة الموجودة حولكم. هذا سيسهل عليكم التربية. نظموا رحلات أو لقاءات موسعة وحاولوا جعلها دورية، يكون فيها الذكور مع بعضهم والإناث مع بعضهم. لا تقصروا الأنشطة فيها على جانب دون آخر. احرصوا على الصلاة جماعة على وقتها. حاولوا أن تكون المواعظ بلغة سهلة بسيطة يفهمها الأطفال والشباب. لا تجردوا مجالسكم من اللهو المباح فينفر منها الصغار ويعوضوها بمجالس الفساد. اضحكوا وامرحوا معهم، مارسوا الرياضة ونظموا فيها المسابقات. بالنسبة للنساء، لا تنفرن بناتكن منكن بكثرة الأوامر والنواهي واللوم والعقاب. تكلمي مع ابنتك وافهمي احتياجاتها، اتركيها تعبث بأخراض المطبخ بالبيت. لم تتركيها تلهو وتمرح في البيت، تركته وفعلت ما لا يحمد عقباه. قد يكون بالنسبة لمن قالوا يعني الحلقات اليومية، قد يكون من الصعب على الوالدين جمع الأبناء في حلقة يوميا، ولذلك يمكن اللجوء إلى العمل الجماعي، يعني يد الله مع الجماعة. يعني نقسم مجموعتان في المجتمع المصغر، مجموعة بنين ومجموعة بنات،
بالنسبة للبنين يجتمع بهم كل يوم من يستطيع من الآباء، أما البنات مع الأمهات سواء كان في المسجد أو المركز القرآني أو أحد البيوت أو حديقة، أو يعني فترة الآن كورونا الأونلاين. ومن المهم عدم الانقطاع، أن تكون متواصلة. أيضا مع التنويع، مرة يعني مرة قرآن، مرة أذكار، مرة أحاديث، مرة قصص، حتى لا يمل الأطفال. ثم بعد ذلك، قبل أن تبحثوا لأولادكم عن قدوة ممن حولهم، كونوا أنتم قدوة. لا يعني مثلا لا تقصر في صلاتك ثم تأمر ابنك بالصلاة، لا تنهر أمه أو ترفع صوتك على أبيه ثم تطلب منهم احترام الوالدين وبرهما، لا تكذبوا وتتكاسلوا في العمل وتأخذوا ما ليس من حقكم من مساعدات سواء من الجمعيات والهيئات وغيرها ثم تأمرهم ألا يفعلوا ذلك أو مثل ذلك. أولادكم يقلدون أفعالكم ولا يطبقون أقوالكم. وللإشارة يعني حسب ما رأيت من تجارب من العائلة والمعارف، الأمر يبدأ مع الأطفال كما يقال بعقوق الأب، يعني يتعلمونه في المدارس بدعوى الحرية وغيرها، يبدأ الأمر كما يقال بعقوق الأب ليصل إلى الكفر بالرب والعياذ بالله. طبعا خطوات الشيطان لا تخفى عليكم في هذا الأمر. أيضا ملاحظة مهمة، كثيرا ما يقول يعني يأتي الأبناء لأهلهم يقولون مثلا لماذا فلان أو فلان، يسمون أسماء لبعض الأخوة أو الأخوات المسلمين، يقول سيذهب للجنة وميس فلانة المعلمة يعني في المدرسة أو معلمة غير مسلمة ستذهب للنار. هذا خطير جدا، يعني خطير. ينبهنا إلى أن نتقي الله في أنفسنا ونعود إلى ديننا حتى يرى فينا الأطفال قدوة، حتى ننجو وننجو بهم. أيضا بروا أبناءكم واتقوا الله فيهم، وبإذن الله سيوفقكم الله إلى بركم. جزاك الله خير. اختاروا أصدقاء، تفضل. ربما أطلت لكن ما زلت يعني مجموعة من النقاط. طيب يلا تفضلي كأكملي. العفو منكم. اختاروا أصدقاء أطفالكم منذ صغرهم من أبناء الأسر المسلمة. إذا كبروا دون أن تعرفوا أصدقائهم فلا تتفاجؤوا مما قد يحدث لهم. أحيطوهم بصحبة صالحة واستمروا في مراقبتهم دون تضييق الخناق عليهم فيما هو مباح. لا تتنطعوا فتهلكوا وتهلكوا، ولا تكونوا إمعة، كونوا بين ذلك يعني. لا تحتفلوا بأعياد الكفار كما قالت الأخت المتصلة قبلي جزاها الله خيرا. لا تحتفلوا بأعياد الكفار، بالغوا في إظهار الفرح بعيدينا، يعني مثلا تنظيم حفلات معايدة تكون فيها الزينة والألعاب والحلوى والهدايا، رغبوا أطفالكم في الاحتفال بعيدينا حتى لا يذهبوا ويلجأوا إلى الأعياد الأخرى، أعياد الكفار. علموا أولادكم أن كل المسلمين إخوة، ولا تغرسوا فيهم دعوة الجاهلية من اعتزاز بغير الإسلام، ولا تشغلوهم بتعلم ما لا ينفعهم من عادات وتقاليد خاصة المخالفة لتعاليم ديننا. الأمثلة كثيرة يعني، خاصة في مجتمعات النساء ما يحدث يعني رهيب، نقاشات أحيانا تصل إلى معارك عن الطعام واللباس وحفلات الزواج وغيرها. يعني أنا مثلا رأيت أمهات تعلم ابنتها أن تشتم أو يعني تتعرض انا بالجواب شفت واحد بطريقة غير مؤدبة. بيقول لابنه نعم ادخل على عمه، بيقول له ادخل على عمه، يعني ابصق على إيه، عمه. الله المستعان. خطير يعني، هذا خطير. أيضا يعني أنا عن نفسي يعني رأيت أمهات تقول لابنتها يعني مثلا إذا فلانة قالت إن الأكلة الفلانية أو الزي الفلاني من هذا البلد وليس من هذا البلد، يعني اشتميها، لا تتركيها تتمادى يعني في هذا. يعني الموضوع فعلا تافه، تفاصيل تافهة، ولكن تزرع الفتن. يعني هكذا ننشئ أطفالنا، انظروا على ما ننشئ أطفالنا. نعم صدقت. بالنسبة للذكور خاصة، لا تمنعوهم من المساجد، لا بأس، يحدث الضجيج يلعبوا اتركوهم. يعني الآن تمنعه وهو صغير من المسجد، عندما يكبر لن يرغب حتى بالمرور من أمام المسجد، فما بالك يعني بالدخول والصلاة فيه وأن يكون من رواد المساجد. الصلاة 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 أولا، يعني عملا وليس فقط قولا، يعني تكون على وقتها. خاصة مثلا الكثيرون، ليس فقط في بلدان الغرب يعني كل المسلمين
إلا من رحم الله لا يوقظ ابنه لصلاة الفجر، ثم يعني يجبره إجبارا يعني يلح عليه شديد الإلحاح في النهوض للمدرسة. يعني عندما يكبر لا تنتظر منه أن يصلي في الوقت، ولا تنتظر منه أن يكون مسلما ملتزما ولا غير ذلك. أيضا بالنسبة للأولياء، لا تشتكوا أبدا من التكاليف أمام أبنائكم، أظهروا رضاكم بأوامر الله. يعني مثلا الذي يقوم للصلاة وهو متكاسل فقط ليسقط الفريضة، ماذا تنتظر من ابنه؟ أن يفرح بالصلاة، أن يهرب إليها، يعني أين أرحنا بها يا بلال؟ ما لا يوجد. الأمهات أحيانا يعني كثيرا تبدأ الأمهات تتأفف من الحجاب، يعني خاصة في الطقس الحار أمام البنات، البنت ستنفر من الحجاب، لن تريد أن ترتدي الحجاب. هذا يعني تنفير للأولاد من الدين. نعم. وبالنسبة إذا كان يعني الأب والأم يعني ليس لديهم علم كافي أو تأثير كافي أو طريقة يعني على الإقناع، يمكن ليس بالضرورة أن تكون يعني أنت الذي تؤثر فيه، يعني المهم تختار يعني شخص من المجتمع، يعني إذا من الأخوة أو الأخوات يعني يكون من الصالحين ثقات، لا بأس أن يكون يعني تأثر ابنك به أكثر من تأثره بك، لا بأس في ذلك. الجأوا إلى بعضكم، تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. أسئلة الأطفال، عندما يسأل الأطفال أسئلة متضمنة لشبهات أو أسئلة لا يعرف الأولياء إجاباتها، لا تنهروهم وابحثوا معهم عن الإجابة. يعني إذا لم تجيبهم أو تبحثوا معهم عن الإجابة، سيبحث في كتب المدرسة وكتب المكتبات الغربية، تعرفون يعني إلحاد، انحرافات، نظريات كلها منحرفة. وإذا كان البلد يسمح بالتعليم المنزلي، علموا أولادكم في البيت، وإلا فحاولوا إلحاقهم بالمدارس الإسلامية أن توفر. أيضا هناك مدرسة إلكترونية اسمها أكاديمية الصفوة، صفوة أكاديمي، هي للأعمار من 9 إلى 13 سنة، تقدم علوم شرعية ولغة عربية وإنجليزية وعلوم خاصة للذين يعني التعليم المنزلي. يعني هي أكاديمية معتمدة ومدرسة يعني جيدة، ينصح بها من 9 إلى 13 سنة. وختاما أهم شيء الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء لذريتكم وذرية المسلمين بالصالح آمين. فقط. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، شكرا. وأعتذر عن الإطالة. ولا يهمك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام وعليكم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخت التونسية، يعني بصراحة لخصت كل الموضوع في هذه المداخلة. احنا هنختم خلاص. أنا سبتها، خدت الفرصة الإخوة اللي بيقولوا في الشات.